السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميع. اليوم الجمعة 7 ذي القعدة، راح ناخذ بكم ان شاء الله تغطية سوق الاعلاف والبرسيم، خلوكم معنا. صبحكم الله بالخير يا متابعين. نقلناكم قبل شوية اسعار التريلات الموجودة، وزي ما انتم شايفين العرض قليل والطلب قوي، الزباين واجد، والاسعار تقريبا اسعار البرسيم من 18 إلى 22. هذا برسيم الوادي، برسيم طبرجل وحائل تقريبا 15 إلى 16 إلى 14، شد 80 85، يعني في حدود الأسعار هذه. بالنسبة للرودس ب 11، شد 80 85. بالنسبة للقصب من 12 إلى حد 15، شد من 80 85 إلى متر.